السلام عليكم ورحمة الله. نقول لكم مباشرة من ملاعب نادي المسيرة سان بيكا للكرة الحديدية، مباراة ربع نهائي الدوري الودي الذي نقدمه نادي المسيرة للكرة الحديدية ما بين تريبلت يوسف والحيان وتريبلت حذيفة. نذكر بشكل ثلاثيتين، يوسف والحيان كيلعب مع كل من فيكتور وعزيز العشري، والتريبليت حذيفة كيلعب مع كل من حمزة خربوش وبدر. المباراة برسم ربع نهائي دوري الودي الذي ينظمه النادي سان بيكا للكرة الحديدية. هذه الجولة الأولى، صفر لمثليه بين ثلاثيتين. برافو فيكتور كي استطاع تشكي مع الكرة. محاولة ديال البدر تربح الكوان. كرة ضائعة لحمزة خربوش. برافو حمزة، تستطيع تشكي بها الكرة. محاولة ديال العشري، محاولة ديال العشري كتمشي ضائعة. برافو حذيفة تيربح البوان، تيزيد البوان. إذن 2-0 لصالح تريبليت حذيفة. المحاولة الأولى ديال بدر تيربح بها البوان. حاول يوسف والحيان تيربح البوان بشكل جيد. برافو حمزة تضرب كرة. كرة ضائعة ديال فيكتور تيبدع. نتيجة 2-0. الكرة ديال أحيان جميلة ولكن ما تيربحش البوان، باقي البوان عند تريبليت حذيفة. فيكتور ولكن كدير لاكاس.
مش خرج الكورة ديالهم. الضربة العشرية تربح الكورة بوشوني. الضربة ديال حمزة. برافو حمزة، تيستطع باش كيبيع على الكورة. الدور ديال عشري. الكرة ديال العشري تمشي بعيد. بدر سمي لي بدر. عندهم جوج في الارض. إذن جوج نقاط إضافية كتصبح نتيجة 4-0 لصالح تريبليت حذيفة بدر وحمزة خربوش. كونتر تريبليت يوسف الحيان عزيز العسري وفيكتور. المحاولة الأولى ديال بدر. مرة أخرى فيكتور غيضرب كرة. برافو فيكتور، سيستطع باش كيضرب كرة. النتيجة فهي 4-0 لصالح تريبليت حذيفة بدر وحمزة خربوش. كيشاركوا اليوم بالنادي مسيرة للكرة الحديدية في إطار الدوري الودي الذي ينظمه النادي استعدادا للموسم 2021-2022. محاولة ديال حمزة خربوش يضرب الكرة. محاولة ضائعة للحذيفة. محاولة ديال يوسف الحيان تمشي بعيد. برافو عزيز، تيربح كرة دو فون دبول. نشوفو مع حذيفة.
اللي فيه شي ضرب كرة شي بعد تنظرنا البوان باقي عند تريبليت يوسف الحيان بالفعل الدوري الحمزة خربوش لا يضرب كرة برافو حمزة الدور ديال عزيز العسري برافو عزيز العسري تيربح الكوان الان حمزة الدور ديال حمزة اللي غيضرب كرة تنظن غيضرب على واحد إذا تسجيل نقطة لصالح تريبليت يوسف والحيان وتصبح نتيجة 4-1 4 عند حذيفة 1 يوسف والحيان نتيجة فهي 4-1 لصالح تريبليت حذيفة كونتر تريبليت يوسف والحيان كلها بالجولة الثالثة هذه المحاولة الأولى برافو يوسف سيربح البوان محاولة للحمزة ولكن ماشي باش يعطي البوان عند يوسف الحيان محاولة ديال البدر بدر سيربح البوان محاولة ديال فيكتور محاولة ضائعة من طرف فيكتور كرة ناقصة ديال يوسف الحيان محاولة ديال فيكتور اللي غيضرب كرة هي كرة دائرة من طرف فيكتور باقي جوج كرات عند دريس عفوا عزيز العسري برافو عزيز العسري تيربح البوان حمزة غيضرب كرة كرة دائعة من طرف حمزة عند الدور ديال حذيفة كرة ديال حذيفة كتمشي دائعة إذا عز العشرة غيضرب كورة بقى كورة واحدة عند بدر
نقطة إضافية تصبح نتيجة 5-1 لصالح كريبتيت حذيفة بدر وحمزة خربوش. هذه محاولة لفيكتور، برافو، تضرب كرة وحاول لدي الحمزة لها ضرب كرة، برافو حمزة، جسد عبد كده كرة برافو عزيز، تربح البوان. نبداو ديال الحذيفة لا يضرب كرة، برافو حذيفة مرة أخرى، تستاهل باش كيخرج كرة. محاولة ديال العزيز العشري تربح الكرة قريبة للبوشون. بدر صنم راه يضرب الكرة، كرة ضائعة من طرف بدر. محاولة ديال فيكتور إضافة نقط، بالفعل تضاف نقطة أخرى. أصبح نتيجة 5-3، 5 عند حذيفة، 3 يوسف الحيان. ربع نهائي الدوري الودي ينتم نادي المسيرة سان بيكا للكرة الحديدية. حمزة خربوش يضرب كرة خاصة، يعني كيضربها من الرأس ديالها تسحق. مرة محاولة ثانية تبعدها، لكن مازال البوان عند تريبتيت يوسف الحيان. النتيجة فهي 5-3. محاولة ديال بدر تربح البوان. عند الدور ديال فيكتور، برافو فيكتور، تيستطع باش كيبيع الكرة، ولكن مازال البوان عند تريبليت حذيفة. برافو يوسف تيربح البوان. برافو بطل تيباع الكرة. برافو فيكتور في الساطة باش كيباع الكرة. Thank you.
ما قدر شي يربح البوان. حاول يدير العشري اللي غير يضرب كورة. برافو العشري اللي يضرب كورة. مين انيلي ما بين الجولة تطلع لاغية يعني مو لغاية البوشون تيخرج. برافو يوسف سيربح البوان. محاولة ديال العسري باش يربح البوان. برافو عزيز تيربح البوان بشكل جيد. الدور ديال حذيفة. المحاولة الثانية سيصات حذيفة باش كيبع الكرة بعد ما ضاعت الأولى. النتيجة دائما من 5-3. محاولة ديال فيكتور اللي غيضرب كرة. كرة ضائعة من طرف فيكتور. النتيجة فهي 7-3، 7 عند تريبليت حذيفة، بدر وحمزة خربوش، 3 عند تريبليت يوسف الحياد العشري، فيكتور. برافو فيكتور تضرب الكره.
ولد الحمزة اللي هيضرب كورة. مالش مالش. راجع. ولا حمزة. برافو نسري شي ضرب كورة شي بعد هاك محاولة ديال حذيفة برافو حذيفة شي ضرب كورة شي بعد ماشي البوشون محاولة للعشرية اللي غير يضرب كورة المحاولة الأولى للبدر النتيجة فهي 8-3 8 عند حذيفة 3 يوسف والحيان كرة ضائعة من طرف يوسف والحيان الكرة الثانية تربح بها البوان برافو حمزة تربح تضرب كرة الدور ديال عزيز العشري برافو عزيز تربح كرة ممتازة حمزة خربوش ويضرب كرة برافو حمزة مرة أخرى عزيز العشري اللي يحاول باش يربح البوان برافو العشرية مرة أخرى في ربح البوان يعني المباراة مازال مفتوحة ومازال فيها شي شوية ديال التشويق مادام أن دوك اللي كيتيرو ما كيديروش كارو كرة ضائعة من طرف حذيفة كرة ثانية تبدع
مادام انا ما كيدروش لي كارو راه مازال يعني لي بوين تربحو. الدور ديال فيكتور برافو فيكتور شيد الكورة بقى كورة وحدة عند بدر بدر تيربح البوان عند فيكتور غيضرب كورة برافو فيكتور فيكتور اللي بعد فاق منه النتيجة كتغير كتصبح 8-5 ثمانية عند حذيفة خمسة يوسف الحين برافو يوسف سيربح الكره بشكل جيد عن طول الحذيفة اللي غيضرب كره برافو حذيفة تيبقى تارو عن طول الفيكتور برافو فيكتور في ستة باش كيدير الكرة برافو بدر سيربح البوان مرة أخرى فيكتور غادي يضرب كرة علي فيكتور برافو فيكتور تيبقى تارو بدر سيربح البوان قلنا العسير غير يضرب كورة برافو يوسف الحين تيربح البوا بشكل جيد الدور ديال حمزة خربوش اللي غيضرب كورة Thank you.
الدور العشري. برافو عزيز تربح البوان. نشغل الكرة عندنا نقطة إضافية لصالح فريق فوديكا، كتصبح نتيجة سعود مقابل ثلاثة. النتيجة فهي سعود مقابل خمسة. أعتذر عن هذا الخطأ. المحاولة الأولى ديال بدر تيربح البوان. انتو ديال فيكتور، هاد المباراة كتلعب على 11 ربع نهائي الدوري الودي الذي ينظم نادي المسيرة للكرة الحديدية وانا من مدينة قنيطرة. الدور ديال يوسف والحيان. برافو بدر تيربح البوان. اجي عندي الصبان هنايا، انا خاصني انا هذا ولا هنايا كيما عجبك، اما اضرب اما اكش لابول ديالك. فيكتور غادي يضرب كورة على ما اظن. الكرة الثانية ديال الحيان كيربح بها البوان. الكرة ديال حمزة غيضرب كرة. محاولة ديال العجز العشرية غير بحبوه. الكرة كتبقى ناقصة. الكرة الثانية ديال العجز العشرية. برافو عجز العشرية تيربح البوان. الدور ديال حمزة اللي غيضرب كرة. شغل
بعد تنتهي المقابلة بفوز تريبليت حذيفة بدر وحمزة خربوش على تريبليت يوسف والحيان فيكتور وعزيز عسري. شكرا لكم وإلى اللقاء.